دكتور أنا مش مبين عندي في مجال أطلع من الرابط يعني أدخل زي ما بدخل بالعادة لأنه مش مبين عندي شرح. تمام طيب بس هلا يبين مش من مبين عنده كمان. لا دكتور مبين مبين. بس أبصر شمالها إيمان ما في مشكلة. بين معك يا إيمان الباوربوينت ولا لا؟ طيب هيا بين. بين. طيب كويس. طيب عشان اليوم إن شاء الله نشرح هذا الباوربوينت ونشوف إذا في عندكم أسئلة. دكتور شو اسم الشابتر؟ هلا بعطيك اسم الشابتر. مين أنت؟ سلسبيل. سلسبيل يا سلسبيل. هاي اسم الشابتر. Interpretation of CBC. تمام. احنا حكينا بالتوصيف انه ان شاء الله راح نشرح كل فحص والانتربريتيشن تفسيره. حكينا بالمقدمه حكينا شوي بعدين حكينا عن سبيسيفيسيتي وال سنسيتيفيتي. اليوم ان شاء الله راح نشرح عن الانتربريتيشن of CBC. قبل كل شيء بدنا نعرف learning objectives. ما هي أهداف هذه المحاضرة؟ أول شيء how important is CBC؟ أهمية CBC. طبعا أنتم عارفين شو CBC. CBC هو complete blood count. أخذتوه بالهيماتولوجي ولا لا؟ صح؟ صح دكتور. أوكي. ليش بدأت تروح ميس؟ مو مشكلة. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. بعدين what is CBC؟ ما هو CBC؟ why CBC؟ ليش الدكاترة أو الأطباء بيطلبوا CBC؟ بعدين uses of CBC، استخدام CBC، و what are the various parameters of CBC؟ يعني لما نتحدث عن complete blood count أو CBC ماذا نقصد؟ يعني شو اللي لازم نقيسه؟ الباراميترز. طبعاً لازم نقيس ال RBCs، ال white blood cells، the platelets، ال blood indices وغيره. تمام؟ بعدين شو الكلمة هاي؟ أنا مش عارفها. طبعاً اللي هي evaluation of blood film and comparing it with CBC results. بالأخير راح طبعاً إحنا
نشوف كيف بدنا نقيم البلد فيلم شريحة الدم ونقارنها مع نتائج السي بي سي. طبعا أول learning objective is what is CBC؟ ما هو CBC؟ طبعاً زي ما قلنا CBC a complete blood count. Complete blood count in a series of tests used to evaluate composition. هو عبارة عن عد كامل لمكونات الدم في عدد من الفحوصات لتقييم ما هو موجود في الدم. طبعا قلنا to evaluate the composition and concentration of the various cellular components of the blood. يعني بدنا نقيم الآن مكونات الدم الخلوية اللي ما حكينا عنهم, الـ white blood cells, الـ RBCs, الـ platelets, وطبعاً الـ white blood cells أنواعها حتى كلها نعدها اللي هي neutrophil, lymphocytes, basophil, eosinophil والbasophil, كل أنواع الـ white blood cells كلها هذه تندرج تحت اللي هو CBC. طبعاً it is a basic test, نعرف إنه هو فحص بدائي أولي. طبعاً it is the most informative single investigation, ويعتبر أكثر فحوصات اللي تعطينا معلومات أو بتنورنا عن وضع الشخص. طبعاً test consists of, لما نجي نقيس CBC بتكون من أول شيء counts of RBCs, WBCs وplatelets. من عد الـ RBCs ومن عد الـ white blood cells ومن عد الـ platelets. الآن بعدين منقيس الهيموغلوبين, منقيس الهيماتوكريت أو الـ PCV and red cell indices, وكذلك اللي هي مكونات الدم أو اللي هم بسموهم الـ indices of red blood cells اللي هم MCV والMCH والMCHC والRDW. طبعا معروف شو الMCH اللي هو mean corpuscular volume, معدل حجم كرات الدم الحمراء. الMCH اللي هي mean corpuscular hemoglobin, كم موجود هيموغلوبين في الدم. و MCHC هي mean corpuscular hemoglobin concentration, كم موجود في اللي هي كل خلية دم حمراء كم تركيز الهيموغلوبين. وأخيرا اللي هو RDW هي توزيع للخلايا الحمراء في الجسم. طبعا ثلاثة هي WBC differential count اللي هي العدد التفريقي لكريات الدم الحمراء, عفوا كريات الدم البيضاء. وكذلك اللي هو البلاتلت انديسيز, مين بلاتلت فوليوم ام بي بي, بلاتلت كروت بسموها البي سي تي, وكذلك البي دبليو بي دي دبليو اللي هي توزيع البلاتلتس في الدم. واخر شيء نتحدث عن الهيستوغرام of RBCs, WBCs وplatelets, هو الرسم البياني. انتوا اكيد لما اشتغلتوا على اللي هي الهيماتولوجي انالايزر اللي موجود في الجامعه او اذا شفتوه بالمختبرات بيعطيني رسم بياني للRBCs والwhite blood cells والplatelets, صح الكلام هذا ولا لا؟
ولا ما شفتوه؟ صحيح دكتور. تمام. دكتور هذا كلاته بالعلم الدم اخذناه بالهيماتولوجي. اكيد اخذتوه بالهيماتولوجي، بس احنا الان هذه مقدمه حتى نتحدث عن الانتربريتيشن اللي هي تفسير الدم، تفسير النتائج. تمام الان دكتور. YCBC ليش بطلب الطبيب اللي هو الكومبليت بلاد كاونت؟ طبعا اول شيء هو inexpensive tool، هي اداه رخيصه ما بتغلب ما بتكلف كثير لتقييم مكونات الدم. CBC is an inexpensive tool and powerful tool which provides information about، يعني هو قلنا أداة رخيصة مش غالية وبنفس الوقت powerful، عندها قوة إنها تعطيني معلومات عن أول شيء الدم، والبون مارو برضو اللي هو نخاع العظم، وكذلك عن health or disease state of other organs of the body. بما انه الدم راح نقيس كل مكونات الدم، هذا بيعطيني مؤشر او على انه هل هذه الامر الاعضاء الجسم هي في حالة مرض ولا في حالة صح. الآن uses of CBC ليش نستخدمها؟ يعني لما يجي الطبيب، يعني ما بطلب الطبيب CBC أو Complete Blood Count عشوائيا. أول شيء تستخدم في تشخيص الأنيميا الهيموغلوبينوباثيز، بون مارو أبليزيا، Nutritional Deficiencies زي الأيرون، الفيتامين بي 12 and Folate Deficiency، برضو للثرومبوسايتوبينيا والأوتوميون، الأوتوميون كونديشنز، وكذلك انفكشس أو انفكشنز أند باراسيتيزم وملاجنسيز ريسبونس تو دراج ثيرابي اتسترا. يعني بمعنى آخر إنه هذا الفحص راح يساعدني على تشخيص زي ما حكينا أول شيء الأنيميا اللي هي فقر الدم، وكذلك الهيموغلوبينوباثيز أي مشاكل أو أمراض في الهيموغلوبين نفسه. لما تحدث عن الهيموغلوبين نفسه، أنتوا أخذتوا أمراض الهيموغلوبين ولا لا؟ الثلاسيميا، السيكل سيل أنيميا، كل هذه اسمها هيموغلوبينوباثيز. برضو عن البون مارو أبليزيا، نقص في خلايا البون مارو، لذلك إذا كان في عندي نقص في الRBCs، نقص في الWBCs، نقص في البليتليتس، هذا يعني إنه البون مارو لا ينتج خلايا دم ولا لا. برضو nutritional deficiencies، إذا كان عندي نقص في المواد الغذائية. تفضلي احكي. بحكي نقص تغذية للايرون بي 12 والفوليك اسيد كله مع بعض، يعني يعني مثلا اذا كان فعلا نقص في الحديد راح يطلع عندي ايرون ديفيشنسي انيميا، اذا كان عندي نقص في الفيتامين بي 12 شو راح يطلع عندي؟ ماكروسيتيك انيميا. ماكروسيتيك انيميا يعني الفيتامين بي 12 والفوليت بيعطيني ماكروسيتيك انيميا. برضو الثرومبوسايتوبينيا، اذا كان في عندي نقص في البليتلتس او الصفائح الدمويه ببين، لانه قلنا سي بي سي بتطلب انه نعد الار بي سيز والبات بلد سيلز، وكذلك نعد البليتلتس. اذا البليتلتس بينت انها قليله بدل على مرض في البليتلتس. برضو الاوتوميون كونديشنز، الان الاوتوميون كونديشنز بنشوف اذا في عندي اي امراض مناعيه زي
ال شو بسموها الذؤيبه هذه او الذئبه بسموها لما الاجسام المضاده تهاجم كريات الدم البيضاء، وكذلك الانفكشنز اند باراسيتيميا. اذا كان في عندي هناك مرض بكتيري او باراسايت راح نلاحظ انه في اعداد محدده من او انواع محدده من كرات الدم الحمراء بتزيد، زي مثلا البكتيريا بزيد عندي اللي هو النيوتروفيل. في حاله الفيروسز بزيد عندي الليمفوسايت، في حاله الباراسايت بزيد عندي الايوزينوفيل. ولا لا شيء اخذنا صحيح دكتور. الان ممكن يستخدم لي قلنا تشخيص الماليجنسيز اللي هي الحالات السرطانية، وكذلك ممكن يستخدم لمتابعة علاج اللي هو الكيموثيرابي الأشخاص اللي عندهم الآن سرطانات لا سمح الله، بدنا نتابعهم. وكيف نتابعهم؟ عن طريق السي بي سي، نشوف هل هناك مثلا إذا كان عنده لوكيميا هل أصبح عدد كرات الدم البيضاء طبيعي ولا لا، ولا لسه في عندي زيادة أو نقص في كرات الدم البيضاء. Parameters of CBC، لأن ماذا نقيس؟ قلنا لما نطلب CBC أول شيء Red Blood Cells. طبعاً Red Blood Cells هي مؤشر قوي على قوة الدم. RBCs produced in marrow and requires iron. شو بدور بيسألوا في محاضرة؟ مش بعد مش بالجينيتكس وملكي لا رحنا حتى تسألوا في محاضرة. هاي محاضرة تانية. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. قلنا RBCs produced in marrow and requires، طبعا نعرف انه كل مكونات الدم تنتج في البون مارو في نخاع العظم، وتحتاج الى الحديد ايرون، تحتاج الى الكوبر اللي هو النحاس، تحتاج الى المنغنيز، وتحتاج الى الكوبر، بالاضافه تحتاج الى فيتامينات خصوصا البي 12 والفوليك اسيد. أكيد أخذتوا دور الـ B12 والفوليك أسيد لما شرحوا لكم عن أمراض الدم، صح ولا لا؟ بدي جواب. صح دكتور. طب شو الفرق الآن بين الفوليك أسيد والـ B12؟ كرر السؤال، ليش نحتاج البي 12 وليش نحتاج الفوليك أسيد؟ مش أخذتوه بالدم؟ بدي جواب. شباب شو مالكم؟ دكتور ايش سؤالك بالضبط؟ سؤالي ليش بنحتاج البي 12 وليش بنحتاج الفوليك اسيد، وشو الفرق بينات الفرق بين البي 12 والفوليك اسيد؟ اعيد السؤال ولا وصل لا وصل. طيب ليه طب واحد واحده، البي 12 شو دوره في انتاج كرات الدم الحمراء؟ هات اشوف. المفروض اخذناه هذا بدم واحد. شباب شو مالكم؟
طب احكي لنا انت دكتور، شكله ما حدا رح يجاوب. لا بدي تجاوب لانه اخذتوا بالدم. انا ما اخذت دم، انتوا اللي اخذتوا الدم. بس دكتور دور البي 12 دوره بانتاج كريات دم، ما هو بيعزز صح؟ ما هو بيعزز انتاج الجسم انه ينتج خلايا دم حمراء. احنا اخذنا زيت من ناحيه الهيماتولوجي اللي طيب بالبيض. نعم نعم بيعزز، بس البي 12 دكتور تقدر تعيد السؤال؟ ما هو دور البي 12 والفوليك اسيد في انتاج كريات الدم الحمراء؟ يلا يا محمد. دكتور ونقصهم بيعمل نوع من الامين الانيميا شوي، بس اتذكر ميجالوسايتك الماكروستيك انيميا، بس هذا نقصه. نقصه. طيب انا بدي دوره يعني ليش نحتاجه يعني. طبعا هذا المفروض شرحوا لكم اياه بالتفاصيل الممله اللي دخل دكتور بالبروتين. كملي احكي. إله دخل بالبروتين وتأيض البروتين؟ ما له علاقة بالبروتين. لا نجي على ال البريكيرسر للار بي سيز، شو بنسميها دكتور؟ إيه له دور انه بينتج بالار ان اي والدي ان اي؟ نعم اكيد. إيه له يعني هون دوره هذا يعني هذا دوره. الان في عندنا قلنا البريكيرسر اوف RBCs شو بنسميها؟ يعني هي كلها من الستيم سيلز الموجودة في البون مارو. بون مارو. لما يجيها stimulus و تير committed to become an RBCs بتكون precursor، يعني خلية قبلية لل RBCs. فهم عليك. شو بنسميها؟ الإريثروبلاست دكتور. في عندك الإريثروبلاست والإريثروسايت والنورموسايت. نورموسايت أكثر من واحدة. الآن هاي الخلايا قبل ما تصير RBCs بيكون فيها نواة ولا لا؟ الآن بما أنه قبل شوي حكت أنه له علاقة بالـ RNA والـ DNA، معناته له علاقة في نضوج النواة، يعني هو بيسيطر على إنتاج خلايا الدم الحمراء وبوزع الحديد بشكل صحيح بالجسم، هيك بعرف صح؟ لا ما له علاقة بالحديد، ما له علاقة بالحديد. الفيتامين بي 12، الفيتامين بي 12 والفوليك أسد. أنا قلت على الفوليك أسد هو اللي بيساعده. حتى الفوليك أسد، الحديد لحاله وهذول لحال، هذول لهم علاقة في نضوج و يعني maturation of RBCs. بما أنه قلنا النواة موجودة بالبري اللي بسموهم البري ار بي سيز او ما قبل الار بي سيز، فحتى تنضج النواة تحتاج الى فيتامين بي 12، حتى ينضج السيتوبلازم يحتاج الى فوليك اسيد، وبالتالي اذا ما نضجت النواة راح تكون النواة صغيرة، فلذلك شو راح يصير بالمقابل؟ الخلية راح تطلع ضخمة لأنه ما النواة ضعيفة، فحتى تكبر حجمها فبزيد حجم هاي الخلية على حساب النواة. لأن الفوليك أسيد برضو نفس الشيء، يعني النواة إذا كان نقص بالفوليك أسيد السيتوبلازم ما رح ينضج مع نضوج النواة، النواة رح تنضج أكثر وبالتالي رح يطلع عندي برضو خلايا ضخمة نسميها الماكروسيتيك. ارجعوا لأمراض الدم، ارجعوا ل دكتور انت قصدك عن احنا اخذناه عندنا بالدم بالاحياء، لانه هذا يسموه دور التكاملي ما بين حمض الفوليك وفيتامين بي 12 اللي هو انتاج الار ان اي والدي ان اي على فترات نمو الانسان، يعني المراحل اللي هي من خلال البريجرنسي الحمل وبعدين مرحله الفراغ. لا لا لا, 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 لا هذا ما لنا علاقه فيه، له علاقه بالخليه الحمراء. يعني الخلية الحمراء لما تكون ستيم سيل وتجيها اللي هي الليثروبيوتين يعطيها ستيميليشن وتصبح خلية كوميتد انها تصبح، قلنا بتصير إريثروبلاست بعدين إريثروسايت بعدين نورموبلاست بعدين ريتيكولوسايت بعدين ار بي سيز. الان هذا النضوج، هذا التدرج يحتاج الى فيتامين بي 12 ويحتاج الى فوليك اسيد. اذا في عندي نقص
الدور اللي هو مع بعض دور التكاملي بنسميه احنا يعني ما نتذكر انا ما اخذت دور التكامل سميه اللي بدك تسميه مع بعض عشان احنا بنسميه دور تكامل يعني مع بعض يكملوا بعض بيساندوا يعني بعض يعني اذا في نقص في البي 12 راح يطلع عندي ماكروسيتيك واذا في نقص في الفوليك اسيد راح يطلع عندي برضه ماكروسيتيك ماكروسيتيك خلايا ضخمه بس ما فيهاش هيموجلوبين من دون طيب بعدين الباراميترز الاخرى طبعا الار بي سيز اللي هي ريجوليتد باي ريثروبيتين ثايرويد هرمون والاندروجين طبعا الايثروبيتين هو هرمون مسؤول عن نضوج وانتاج خلايا الدم الحمراء اين ينتج هذا في الكدني دكتور في الكليه نعم طبعا في الكدني لان كاونتس ديبندز اب اون age, sex, altitude, exercise, drug, tobacco, use. الآن عدد الخلايا هذه الخلايا الحمراء هنسميه بيعتمد على عدة عوامل منها العمر تمام وكذلك الجنس الaltitude الارتفاع الاكسرسايز اللي هو الرياضة وكذلك درجز تباكو يوس يعني اللي بيدخن بيكون عنده كريات دم حمراء أكثر من غير المدخن اللي بيعيش في مناطق مرتفعة زي عجلون أو غيره بيكون عندهم خلايا دم حمراء أكثر من اللي بيعيشوا بالغور برضو الرجال عندهم كريات دم حمراء أكثر من النساء والعمر في حديث الولادة عنده أعداد هائلة من كريات الدم الحمراء مقارنة مع اللي هو الأدلتس أو حتى الجيرياتريكس اللي هم الختيارية برضو استخدام العقارات أو العقاقير الطبية ممكن هذه تأثر على عدد كريات الدم الحمراء برضو اللايف سبان كريات الدم الحمراء بالطبيعة أو العادة بتعيش 120 يوم يعني 3 أشهر تقريبا فالـ clinical importance of assessment of RBCs is to measure oxygen الأهمية قياس الـ RBCs هو الأكسجين لأنه وظيفة كريات الدم الحمراء هي نقل الأكسجين لذلك عندي carrying capacity كل خلية لها قدرة على حمل كمية محددة من الأكسجين فكل ما زاد عدد كريات الدم الحمراء كل ما زاد كمية الأكسجين اللي بتنحمل بتروح على الأعضاء فراح نلاحظ إنه الار بي سيز عددها بيختلف قلنا من بالعمر النيو بورن عندهم من 4.1 ل 6.1 مليون بير مليليتر او مليمتر مليمتر يعني بالملي الواحد لاحظوا من 4 ل 6 يعني 6 ملايين خليه في الملي الواحد واحد لان تشيلدرن راح يقل كثير لاحظوا من 3.6 بالعشرة ل 5 و ل 5.5 مليون الادلت ميل من 4.6 بالعشرة ل 6 يعني عنده 6 ملايين الادلت فيميل من 4.2 ل 5 مليون للمل او المليمتر المكعب هذه طبعاً زي ما قلنا وظيفتها كلها حمل الأكسجين فما بدي أدخل بالتفاصيل الآن أكيد أخذتوها ليش حديثي الولادة عندهم كريات دم حمراء أكثر من الأطفال وليش النساء عندهم كريات دم حمراء أقل من الرجال هاي بخليها لكم أنتوا عندكم تفسيرها صح؟
طيب طبعا هذه السلايد بتعطيني abnormalities in RBCs count caused by diseased RBCs. عن هذه اللي بتمثل الأمراض اللي بتصيب RBCs. أول شيء blood loss، إذا كان في عندي فقدان دم. طبعا فقدان الدم راح يكون إما عن التروما، ممكن الإنسان يتعرض إلى صدمة، جرح إلى آخره، هذا بيؤدي إلى فقدان دم، أو السيرجري جراحة، أو ممكن يكون عنده جي آي بليد نزيف في الأمعاء، أو غاينيكولوجيكال ديستربنسز هي مشاكل عند النساء في فقدان الدم. طبعا اذا بدنا نشوف الامبيرد برودكشن، لما يكون عندي عدم انتظام في انتاج كريات الدم الحمراء، ففيور ريد سيل ابليجيا، يعني لما يكون في عندي نقص في كريات الدم الحمراء لوحدها، بيكون الخلايا المسؤوله عن انتاج كريات الدم الحمراء بتكون مفقوده في البون مارو. ممكن يكون عندي pernicious anemia، بسموها الأنيميا الخبيثة. هذه طبعاً pernicious anemia مسؤول عنها نقص الفيتامين بي 12، أو الميغالوبلاستيك أنيميا برضو هاي مسؤول عنها نقص في الفوليك أسيد. ممكن يكون عندي iron deficiency anemia اللي هي نقص في الحديد. ممكن يكون عندي ثلاسيميا، الثلاسيميا تعتبر من الهيموغلوبينوباثي، تمام، اللي هي أمراض الهيموغلوبين. وفرضو في عنا أنيميا of chronic disorders، في ناس عندهم أمراض مزمنة زي مثلا أمراض الكلى، أمراض القلب، أمراض الكبد إلى آخره، هذا بتؤدي إلى حدوث أنيميا. هذا في حالة الـ impaired production. في عنا بالمقابل increased destruction، يعني الـ RBCs ينتجوا طبيعيا، ولكن في زيادة هناك في تدمير هذه الخلايا، زي الـ intracorpuscular، بتم تحطيم كريات الدم الحمراء داخل الأوعية، مثلا زي اللي هي الهيدروستري سبيروسايتوسيس، أو سيكل سيل أنيميا، أو الجي 6 بي دي ديفيشنسي، أو بايروفيت كاينيز ديفيشنسي. هذول كلهم بيكون تدميرهم من داخل كريات الدم الحمراء. في عندي إكسترا كوربوسكولا اللي هي سبب تدمير كريات الدم الحمراء من الخارج، زي الأوتو أميون، هناك أجسام مضادة بتهاجم هذه كريات الدم الحمراء وبتؤدي إلى تحللها. برضو في عندك hemolytic disease of newborn، هذول لما يكون هناك عدم توافق في الدم بين الجنين وأمه، طبعا بتحدث الآن عن الريسيس فاكتور، إذا كان الطفل positive والأم negative ممكن يكون في عندي مشاكل. برضه mismatch transfusion، إذا أعطينا شخص دم مش متوافق، يعني واحد دمه A أعطيناه دم B، أكيد هذا راح يؤدي إلى تحلل كريات الدم الحمراء. وبرضه عندي المايكرو أنجيوباثيك، هناك مشاكل في الأوعية الدموية الصغيرة بتؤدي إلى تحطيم كريات الدم الحمراء. برضه هيموليتيك أنيميا اللي هي الأنيميا التحللية، والدي آي سي ديسيمينيتد أتوبيتك اللي هي بسموها اللهم صل محمد الجلطات المنتشرة، كواجليشن دي آي سي ديسيمينيتد انتراباسكولار
كواجليشن. هذه تحدث تجلطات صغيرة منتشرة في الأوعية الدموية، هذه تؤدي برضو إلى تحطيم كريات الدم الحمراء. وآخر شيء الانفكشنز اللي هي إصابات الماكروبيولوجي، مثلا أما بتكون فطريات أو بتكون فيروسات أو بكتيريا أو باراسايت، هذه كلها بتؤدي إلى حدوث تحطم لكريات الدم الحمراء خارج كريات الدم الحمراء. الآن causes of increased RBCs، أسباب لزيادة إنتاج كريات الدم الحمراء. أول شيء البوليسايثيميا فيرا. البوليسايثيميا فيرا هي مرض طبعاً بيؤدي إلى زيادة كريات الدم الحمراء. الطبيعي للإنسان حد 5.5 أو 6 ملايين، بتلاقي هذا عنده 7 و8، هذه بنسميها بوليسايثيميا فيرا. برضو الهاي التيتيود اللي هي المناطق المرتفعة بالجبال العالية، طبعا كل ما ارتفعنا احنا الى الاعلى شو بيصير؟ يقل الاكسجين، بيقل الاكسجين فلما يقل الاكسجين الجسم بحاجة الى اكسجين، شو ردة فعله؟ هي انتاج خلايا دم حمراء، حمراء جديدة. حتى فذلك اللي بيعيشوا في الجبال عندهم كريات دم حمراء أكثر من الأشخاص اللي بيعيشوا مثلا على مستوى سطح البحر أو أدنى من سطح البحر. برضو chronic obstructive pulmonary disease، ويكون في عندي انسداد في الرئتين، هذا برضو بيؤدي إلى نقص في الأكسجين، بسموه الكوفيد. الإفيزيميا، الكرونيك برونكايتس، طبعا هذا لما يصير في عندي نقص في الأكسجين الجسم كيف يفسره؟ أنه بدي كمان خلايا دم حمراء، ولا لا بزيد، فبزيد إنتاج كريات دم الحمراء، ولكن السبب ليس في كريات دم الحمراء وإنما أنه الرئتين مسكرة. pulmonary hypertension، إذا كان هناك زيادة في ضغط الدم في الرئتين، هذا برضو رح يقلل من الأكسجين ويؤدي إلى زيادة في كريات الدم الحمراء. وبرضو الهايبوفنتيليشن سيندروم. الهايبوفنتيليشن اللي هي نقص في إدخال الهواء إلى داخل الجسم، يعني مش الإنسان بتنفس طبيعي، لا هذا بيكون عنده التنفس أقل من الطبيعي. لما يكون في عندي كمية قليلة من الهواء تدخل إلى الرئتين، الجسم كيف يفسره؟ قولوا لي كيف يفسره الجسم؟ شباب انه بيزيد من كريات الدم الحمراء، ما عنده دم فبزيد كريات الدم الحمراء، ما عنده دم فبزيد. برضه كونجستيف هارت فيلير، لما القلب يعجز عن ضخ الدم، احتقان في القلب، هذا راح يؤدي برضه الى عدم تدفق الدم على الانسجه، برضه الجسم بفسره على انه ايش؟ نقص في كريات الدم الحمراء، بزيد كريات الدم الحمراء. برضو obstructive sleep apnea، في ناس لما عندهم صعوبة في النوم أو لما يناموا يصير عندهم انسداد في الأنف، يصيروا يشخروا وأكسجين أو ينقص في جسمهم، الجسم برضو بفسره على أنه إيش؟ نقص في كريات الدم الحمراء، بزيد نقص في الأكسجين. برضو poor blood flow to the kidneys، إذا كان في عندي مشكلة في تدفق الدم إلى
الكلى برضو الجسم بفسره على انه هناك مشكله في الاكسجين، مشكله في الدم، فبزيد كريات الدم الحمراء. هذه كلياتها الان زي ما قلنا اسباب في زياده الار بي سيز. الآن الهيموغلوبين، الهيموغلوبين وظيفته هي oxygen carrying component of blood. أصلاً الار بي سيز كلها هذه تمام، شو وظيفتها؟ قلنا الأساسية هي نقل الأكسجين. أيوة نقل الأكسجين، وشو اللي بنقول الأكسجين؟ هيموغلوبين. الهيموغلوبين، إذن الهيموغلوبين مصمم انه هو المركب الذي يحمل الاكسجين، وداخل كرات الدم الحمراء شو فيه؟ هيموغلوبين. غيره ما في، لا في عنا قلنا لا في نواه ولا في ولا يعني العضيات كلها هذه راح، فقط عندي هيموغلوبين. طبعا synthesized in the polychromatonemoplast stage of the red cell development. بتكون الهيموغلوبين في المرحلة لما تكون الخلية القبلية أو بسموها البريكيرسر في مرحلة polychromatonemoplast. يعني لما تختفي النواة، تتحطم النواة وبتبلش الآن تصنيع أو تحضير الهيموغلوبين. طبعاً الفاليوز نيوبون بيكون عندهم أعلى شيء من 15.5 ل 24.5 جرام لكل لتر، أدلت ميل 13 ل 16 جرام فير لتر، والأدلت فيميل من 12 ل 15 جرام فير لتر. طبعا اذا بنلاحظ انه الهيموغلوبين بيعكس عدد الار بي سيز ولا لا، يعني لما شفنا انه بالنيوبون عدد الار بي سيز عالي جدا معناته اكيد الهيموغلوبين راح يكون عالي نفس. وعند الرجال اللي هم الادلت ميل الهيموغلوبين عالي لان كرات الدم الحمراء عاليه، كذلك الأدلت فيميل بيكون أقل من الميل، ونعرف الأسباب، إحنا في أكثر من سبب لذلك. ما حدا يقول لي إنه الحجم أصغر، لا، لأنه في رجال حجمهم أصغر من النساء ولا لا، مش بس الحجم. يعني في مرة بمية زلمة، بس هذا الكلام هناك هنسميه physiological changes أو differences، في تغيرات فيسيولوجية أو فروقات فيسيولوجية بين المرأة والرجل عندها نقول هيموغلوبين أو كريات دم حمراء أقل من الرجل. راح أوقف عند هاي السلايد أنا إن شاء الله، ومنكمل في المحاضرات القادمة، وإن شاء الله الأسبوع هذا راح يطلع برنامج المد، واللي نشر على الفيسبوك لا تصدقوا كل شيء منشور على الفيسبوك ولا لا. دكتور نسل مواعيد مواد دكتور أمل ودكتور سليم، ضل انت. لا كله راح يتغير، كله راح يتغير جد، لانه فينا هي المواعيد مش مناسب المغرب على 6 مساء عشان رمضان وهيك، مش المناسب ولا غير مناسب. في ناس عندهم اربع امتحانات بنفس اليوم ولا لا، هذا الكلام ما بناسبنا احنا.